مرحبا بكم في حلقة اليوم من نكبر ونولي، واللي باش نبداوها بمتابعة الحالة مريم وأرسلان اللي عاشوا معانا تجربة المضيفة والبيلوت. أرسلان كان في حلقة سابقة عاش معانا تجربة المهنة اللي يحلم بها، قائد الطائرة ولا البيلوت. لازم يأكلوا بعد ما كملوا يأكلوا سجلوا. شنو هذا مزوز؟ هذه فرضا صار في بعض الأعطال اللي هو السيستم 1 والفن يستعملوها. إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله ربي توصل وتبدأ من أفضل الطيارين وإن شاء الله ربي يعاونك. يعيشك. اليوم وبعد مدة زرنا أرسلان في المدرسة وحبينا نسألوه ونسأل معلمته على التجربة هذه. القرية في البداية ثم ثم الفيل ثم المارد. أنا شخصياً نشأت البرنامج كيفاش يحكي معرفته الكبيرة بالطيران، أنواع الطيارات استثنائي بالحق. من نشجعه أنا إذا كان فما حاجة، خاطر الأول ولي الأولياء اللي شجعوه يعطيهم الصحة، خاطر الولي هو اللي شجع ولده باش يزيد بالغرام هذايا، باش يزيد يثقف، باش يزيد يقرأ في الغرام هذايا، وكان يتوجه أنا نتأكد باش يكون طيار لا مثيل له في الطيران. بعد الحلقة فما فرحة في عينيه شوفوها، هو كما قلت لكم هادئ لكن الفرحة كانت في تصرفاته وفي عينيه. أرسلان كان تفرج في الحلقة مرة أخرى مع أصحابه في القسم. أرسلان اليوم جاتك الفرصة باش تشاهد البرنامج مرة أخرى مع أصحابك وإخواتك في القسم، إيش حسيت اليوم أرسلان؟ حسيت بالبهجة والسرور. كانت متعة أخرى؟ كانت حاجة أخرى جديدة؟ كانت حاجة أخرى جديدة. ما كنتش أتوقع أني نعاود نتفرج الحلقة مع صحابي. أنا عجبتني التجربة كي مشيت الجربة. أما برشا حاجات تعلمتهم في الكوكبيت اللي هما الهيدينج والسبويلرز، اللي هما أنه فما الفران، خاطر ما كنتش نعرف أنه فيك فران، واللابيو ومتاع الزوز محركات. فرحان أنا كنت ما نصدقش أني ركبت في الطيارة، خاطر أول مرة في حياتي نركب في الطيارة. فرحت برشا برشا برشا. كما أرسلان، مريم عاشت حلمها على متن الخطوط التونسية السريعة في فول تونس جربة. مريم نهارتها كانت هي المضيفة. المهنة هذية ملي تعديت أنا في الميسيون نكبر ونولي، الفامي متاعي شجعوني برشا وقالوا لي كمل في الدومين هذية وإن شاء الله ربي يوفقك. خاطر كي ركبت في الطيارة معناها حسيت اللي أنا حققت سيمون الغايف متاعي، حسيت بروحي فرحانة برشا وزدت معناها خذيت ثقة في روحي برشا باش نوصل في المهنة هذية. وأنا حتى كيف باش تجيني مهنة أخرى باش نقعد معناها نوصل في المهنة هذية. هذه رميسة 6 سنين، طفلة ذكية وموهوبة، كتبت لنا على الباج نكبر ونولي ومشينا لها للمدرسة باش نتعرفوا أكثر على حلمها. عسلامة ومرحبا بكم، أنا اسمي رميسة بن مرزوق عمري 6، أنا بطلة تونس في الحساب الذهني، أنا مغرومة بارشة بالتمثيل وزادة بالتمثيل، على خاطر نحب نولي ستار وزادة نحب نعرفهم المنشطين الكل. انا نحب نولي منشطه على خاطر كيفك انت يا عمي سيمي ماك هك توصل في صوت العبيد وكل، حتى انا نحب نوصل صوت العبيد. اعطينا موعد الرميسة باش نهزوها لبلاتو قناه الحوار التونسي وتعيش التجربه. رميسة ويني رميسة؟ هيا صباح. صباح. شنو حوالك؟ لاباس. في بالك اللي قعدت نستنى فيك برشا اليوم، خاطر قالوا لي مشات الحجامة وقدت شعرها. وي. طلع شكون قال لي؟
ولا تقول لي في اذني. سيفور؟ لا ما هو الشوفار. شكون؟ عارف. قالوا لي وكهو. سافا؟ سافا. انت جيتنا وجبت الكوب هذا، شنو هو هذا؟ كوب. البطولة الوطنية للحساب الذهني. انت ربحته؟ اي في البطولة الوطنية. حساب الذهني، شنو هو؟ سبعة في سبعة. في السبعة أنا مش بعرف. أربعة وإلا إلا. أربعة ولا إلا؟ معا وإلا إلا. هيك أمك قالت لي معا. آه معا ولا إلا. خمسة مع أربعة. تسعة. خمسة مع ستة؟ 11. ستة إلا اثنين؟ أربعة. آه. به رميس عمرها ستة سنين تقرأ سنة أولى، إذا اللي نعرفه عليك معدلها 18.36. أنت بنية ذكية وتحب تكون نهار آخر منشطة. منشطة في التلفزة هكا؟ به. وعليش منشطة في التلفزة؟ خاطر نحب نولي مشهورة ونحب نشوف الممثلين الكل كيما بيكا كيما هادي زعيم كيما برشا عبيد. كيما برشا عبيد. ونحب زادا نوصل صوت العبيد. وتوصل صوت العبيد. كيف كنت عامل سيمي توصل صوت العبيد؟ وي وحاجة باهية هذي. ها؟ وشكون جايب لك في مخك الخدمة هذي أنت؟ إلا ماني ديما نتفرج في التلفزة. قلت لماما أما الماما أنا نحب نولي منشطة يا أخي. قلت لها ماما أنا نحب نكلم عمي سامي في نكبر ونولي يحقق لي حلمي نولي منشطة. أنت معناها كلمتنا وقلت طيب نحب نحقق الحلم ذي وتهزوني للبلاتو باش نشوف واحدة من الإيزيميسيون اللي عنا احنا في التلفزيون هوني. معناها أنا هاي الإيزيميسيون أنا هلا حبيبتي حبيبتي باهي فوالا. احنا قلنا هذه رميسة طفلة باهية وتحب الخدمة متاعها اللي هي تحلم بها، دونك لازم نهزوها للبلاتو وين نصوروا. وحبينا نعملوا تجربة صغيرة مع رميسة منشطة المستقبل. نلعبوا لعبة أنا وياك. أنا ربحت التروفي هذا اللي هو البطولة الوطنية للحساب الذهني وجيت عندك انفيتي في الإيميسيون بتاعك. يلا نبدأ. 1 2 3 ساتور. عسلبة. انت كي كنت يا اخي انا عاد عسلبة. تقولي شنو اسمك وعلى جيتنا وكل شيء. عسلبة شنو اسمك؟ انا اسمي سامي وعلى جيتنا. انا عرفت اللي انت تستدعى الناس اللي معناها يحقوا في حاجات هكا ممتازه، وانا ربحت الكوبه ذي في البطوله نتاع الحساب الذهني، دونك حبيت نتعدى معاك في الميشن تاعك. بيبي انت كي كنت صغير شنو كنت شنو هي الحلمه اللي انت كنت تحلم فيها باش تخدمها؟ انا كي كنت صغير كنت نحب نقعد في بلاستيك هكا ونخدم الخدمه اللي انت تخدم فيها تاعك. اي بيعليش تعجبني مغروم بها. لازمك في ساعه تلقى الاسئله جرت بعضه. السؤال اللي بعده نسألك أنا. محتك طبعا أنت باش تمشي للبلاتو في بالك اللي أنت عندك روتار صغير. هاي تمشي للبلاتو. يلا رميسة كانت فرحانة بالتجربة اللي باش تعيشها بعد شوية. رميسة شنو باش تعمل تو؟ وصلت رميسة للبلاتو مع أمها وبوها وبدأت رحلة اكتشافها للمهنة اللي تحلم بيها. أوه ملا جوة. اليوم نهار تصوير حلقة لبرنامج نهار لحد ما يهمك في حد اللي رميسة كانت حاضرة من الأول في كواليسه قبل الدخول للبلاتو. لي غوتوش لازمين للي كرونيكور اللي كملوا لبسوا حوايج التام نتاع اليوم. وحتى رميسة عندها الحق في الاستعداد قبل التسجيل. هل جيت باش تعمل لي غوتوش مكياج؟ بيان سور. مرحبا يا مرحبا بك. محلى زينة محلاها. عايشك.
دي كلير شوية. بالطبيعة المكياج الرميسة هو لأنها بشتقف قدام الكاميرا في البلاتو. عسليمة عسليمة سافا؟ شنو أحوالك؟ لاباس. شو اسمك؟ ربيسة. ربيسة؟ جي معايا؟ شو نقدمو؟ تحب تخدم أنت؟ بحق؟ وي سيغ؟ وي. كيفاش ترى؟ عسليمة عسليمة ومرحبا بيكم. مرحبا بيكم في حلقة جديدة من هاللحظة. ما يهمك في حد. صحيت يلا. شفت ديجا البلاتو ولا ها؟ شفته في التلفزه. التلفزه؟ وبدت رميسة تكتشف في عالم تحلم به. فهمك هذايا الكوندكتور الكوندكتور هذايا نحضروا فريق الاعداد للانيماتور وليكيب تكنيك معناها المخرجه وكل شيء باش يبداو يعرفوا ليميسيون شنو هما لي روبريك اللي فيها شكون لي زانفيتي شكون لي كرونيكور ونحنا في نهار الاحد مهمك في الحد كل حلقه مش ديما لما حاله نعملوا تيم معين وبويسكو انت عاد اليوم باش تنشط مع نضال دونك اني لازمني نفهمك شنو عندنا في الكوندكتور باهي رميسة دخلت في الجو مع الجمهور وكل فريق البرنامج لهنا نحطوا غناية ولهنا نحطوا غناية أخرى وذي الحاجة اللي في الوسط خلينا نلعب وزوز غنايته مع بعضهم تحبت علي دي جي خير مازال شوية ويبدأ التسجيل رميسة مع نضال تترين على التقديم كيف بيك من اللي يقضوا غادي نعرفهم مش الأخرين شي هم فيهم ما غادي أقولك شي اسمه مصطفى بيكا بيكا أعرف بيكا تعرف بيكا نقولها الأولى ها؟ نقولها الأولى بيكا تحب تقولها الأولى؟ بيكا تقولها الأولى مصطفى وأمين لي مام شو اسمه؟ أمين لي مام أما تحب تقول يمين ليمان تقول يمين ليمان ما قلقش تحب حتى تقول يمين لينان كيف كيف باه وجيهات جي جي تورا صايب هذا عاودها جي جي تورا إجا بحذي إجا بحذي باش تغزل الكاميرا وتقول عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نهار الأحد ما يهمك في حد عسلامة نقول هيك أنا كنت وشنو بش نقول توا أنا قولي ترى كيف باش تقدم عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نهار الأحد ما يهمك في حد صحيح لحظة اليوم حلقتنا نار 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 وزاد ضيوفنا نار 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 هاي تا نستقبلهم ضيوفنا هاي هاي اسمها سيدك هذا قدمه انت في بلاستيك شنو انت تحب تفك لي بلاستيك نهار اخويا ها شكون جابك لهنا انت علاش جيت انت هوني على خاطر نحب نولي مناشطه نحب نولي ستار حاب تعملي ميسيون تاع صغار ولا تاع كبار زوز وكي اختار يقولوا لك صغار يا كبار شنو الكبار خاطر الصغار يعملوا برشا حسولك نصيح ونعيد اسكتوا تحب تاع كبار
ودخلت رميسة للبلاتو. شارجي الكاميرا غادي وكلها هل أحد؟ لا اللي فات خوا وإلا دو وإلا اللي تصور في العطاب. لا أختار أختار الكاميرا هذيك اللي تصور فيك تاو. فهمتني؟ اسمعني اسمعني الكاميرا اللي تخدم عليها باش تكون هل أحد هذيك هي متاعكم ها؟ لو تأخذ الكاميرا هذيك اللي تصور فينا كلها عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نهار الأحد ما يهمك وتغزر الغادي توهم يقولوا في حد باهي عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نهار الأحد ما يهمك اليوم حلقتنا نار 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 وزاد ضيوفنا نار 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 وبدأت رميسة تسأل في نضال أنت يا نضال كي كنت صغير كنت شنو تحلم معناتها كي واحد يسألك تحب تولي تحب تولي منشط وألا ممثل أنا هي الحاجة اللي تلقاها نخاف لنجاوب كي تردوني باه انا كي كنت صغير ما تقولوش ما تحب تولي كنت نقول معناتها ممثل ولا فوكي اما كنت نحب ما تكون في الدومين هذايا نحب كنت نكون قدام الكاميرا كيف ما انت تاو قدام الكاميرا دونك ما كنتش من الاول نعرف بالضبط اما كنت نحب نكون قدام الكاميرا صعيبه المهنه هذه ظهرت لك ولا سهل صعيبه المهنه نتاع التنشيط ايوه انا صح سديبون شكون يخدم معاك كان ساعات انت تبدا في المهنه ذي ويجيبوا لك واحد مثلا يبدا اسمه مصطفى حواس مثلا مثل انا وياك باه انا وياك عسل ما فهمش ما اسهل منها انا وياك السخب خيز اللي انا قلت هيك من بعد لا عندي سخب خيز هي هاني انا طب شو قال هيك هي عندك سخب خيز ليا وي دوك عندك سخب خيز نحن الكل خدر مش انا وياك وحدنا لاني فما دوما ليه انتوا نحبك انا برشا مش كادو راهو حاجه لحظه خليه باه سخ بخيز ايبا انا ما حبيتش نقولها لكم ما حبيتش نقولها لكم نحب نخليها لك مفاجاه باه احنا توا باش نلعبوا لعبه عيد لي حد الكاميرا ونتعداو مع بعضنا شو اسمها اللعبه؟ مثال واحد يعمل لي بوجهه حاجة يضحك وإلا يحكي لي نقطة ضحك لازم أنا ما أضحكش. بيدوك أنت عدوا بعضنا للربريك. هذيك اسمها من كان ال أوبا من كان الأمسد. باه قول. باه هاني أنا طب باش نحكي لك نقطة لازمك ما تضحكش أعمل هكا. لازمني ما نضحكش باش تحكي لي نقطة لازمني ما نضحكش. إجا هكا عاد ديما ما تجيش معناتها ما تعطيش بالظهر الكاميرا ديما خليك معناتها كاميرا مرة. فما واحد دخل الدار ما لقاش أمه عيط يا ماما يا ماما يا ماما يا أخي كسر صحك يا أخي أمه جات تجري. هكا معاك. وهكا نكونوا كملنا الحلقة نتاعنا تاع اليوم نتاعنا راح نديرها. توا هاكا كملنا الحلقة بتاعنا بتاع اليوم هل حد ما يهمك؟ وعلى صوت تصفيق الجمهور خرجت رميسة بفرحة كبيرة من البلاتو. اليوم جينا نستجيل هل حد ما يهمك في حد نضال تساعدي استقبلني وفرح بيا برشا. رميسة عجبتك التجربة شنو قولك؟ عجبتني برشا 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 وزادة تشجعت باش نولي أكثر وأكثر منشطة إن شاء الله يا ماما يا ربي يحقق لك حلمتك يا ربي يا عايشك أحلى منشطة